وزارة الصحة تترجم الركيزة التنموية رعاية صحية عالية الجودة التي جاءت بها خطة الدولة التنموية على أرض الواقع من خلال التوسع في الخدمات الطبية وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة في كافة مستشفيات البلاد، وذلك من بوابة افتتاح الأجنحة المتخصصة بعلاج الأورام السرطانية والانطلاقة من مستشفى جابر الأحمد. طبعاً توجيه من القيادة السياسية أن احنا يجب أن ننتبه، نعطي انتباه أكثر للمواطنين وخصوصا شريحة مرضى الأمراض السرطانية. قامت وزارة الصحة باستحداث وحدات لعلاج الأمراض السرطانية في مستشفى جابر، وقريبا جدا في مستشفى الجهرة إن شاء الله تخفيفا على المرضى. أنجزوا المشروع في فترة قياسية، هناك ربط مباشر بين الوحدة في مستشفى جابر مع مركز علاج السرطان في مستشفى الصباح، ربط إلكتروني. أطباء المسؤولين عن علاج الأورام بالكويت هم من أغلبهم من الشباب الكويتي اللي درس في أكبر الجامعات في بريطانيا وفي الولايات المتحدة وفي كندا. الأدوية الموجودة المتوفرة حاليا بالكويت تأتي متابعة لأكثر الأبحاث يعني المتوفرة وأحدث الأدوية. وزير الصحة الدكتور خالد السعيد يدشن عيادة معالجة الأورام السرطانية في مستشفى جابر الأحمد بعد تجهيزها خلال وقت قياسي على أيدي الكوادر الوطنية المتخصصة بهدف تخفيف الضغط على مركز حسين مكي جمعة، حيث تقدم الوحدة الجديدة كافة العلاجات المتطورة المتخصصة بعلاج مرضى السرطان. خلال 3 أسابيع أن نقدر نفتح وحدة نهارية لعلاج أمراض السرطان، هذا بحد ذاته أعتقد إن شاء الله يكتب إنجاز. أنا المستقبل بالنسبة لي هو مستقبل الخدمات الطبية اللي راح نقدر نقدمها. يعني مثل ما أنت عارف مركز الكويت مكافحة السرطان هو فقط متخصص بعلاج الأورام، ولكن مريض الكانسر يحتاج تخصصات أخرى. يعني هو التخصص اللي أحتاج فيه أنا الجراحة، أحتاج فيه طبيب القلب، أحتاج فيه طبيب الغدد، طبيب السكر، هذيل كلهم موجودين عندي هنا بجابر. اليوم تدشن وزارة الصحة وحدة علاج الأورام السرطانية في مستشفى جابر الأحمد، وغدا في مستشفى الجهراء، ثم يتوالى انتشار هذا النوع من العيادات التخصصية في كافة محافظات البلاد في صورة تجسد تسارع وتيرة التطوير وتحسين الخدمات الطبية وصولا لرعاية صحية عالية الجودة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.